انطلاق موسم صيد البط البري في محافظة الشرقية، وده طبعا بعد وصول أسراب من الطيور المهاجرة من دول أوروبا. المحافظة وفرت كل الأجواء المناسبة لهواة الصيد ومراقبة الطيور المهاجرة. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر. قصة صيد البط البري أكيد مختلفة عن قصص الصيد اللي موجودة في أنحاء مصر، وليها ترتيبات كتير ما كانتش بتحصل من زمان. الدكتورة رشا حسن، مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية، بنرحب بحضرتك يا فندم. حضرتك يا استاذ مصطفى، اهلا بحضرتك استاذه منى. اهلا وسهلا بيك يا استاذه رشا. بتعملوا ايه علشان تجهزوا الاجواء لصيد البط في محافظة الشرقية؟ طبعا حضرتك زي ما حضرتك اوضحت، محافظة الشرقية بتمتاز بمجموعة من البرك الطبيعية اللي حباها الله بيها، ومجموعة من الحشائش كمان موجودة، يعني البرك نفسها فيها حشائش فبتنمو فيها، وبالتالي بتبقى طبعا بالإضافة للمناخ المعتدل، فبتبقى جو مناسب لاستقبال الطيور المهاجرة الحمد لله. وإحنا مصر تاني أهم مسارات العالم في الطيور المهاجرة. إحنا بالنسبة لنا بنبدأ بطبعا التجهيزات للشاليهات، لأن إحنا عندنا ثلاث برك طبيعية. فيها أهم بركة عندنا هي بركة النقب، مقام على مساحة 1741 فدان. فيها مجموعة من الشاليهات المجهزة لاستقبال الصيادين وهواة كمان مراقبة ومشاهدة الطيور، لأن احنا عندنا بيطلع بيها قرار وزاري من وزارة البيئة بتحديد أنواع البط وتحديد الموسم. فاحنا عندنا الموسم بيبقى من منتصف نوفمبر كالمعتاد وحتى منتصف مارس السنه دي، ولظروف طبعا التغير المناخي فبدات الاسراب تكون موجوده طبعا مع بدايه شهر ديسمبر. فبدايه الموسم انطلق الحمد لله يوم الاحد زي ما حضرتك اوضحت. بدأنا ان احنا بيستمر قد ايه الموسم ده يا استاذ؟ حتى شهر مارس. فطبعا مده طويله زي ما حضرتك شايفه. فاحنا طبعا بدأنا نجهز، احنا تم تجهيز كل الطرق، تم تجهيز كمان الاستقبال في الشاليهات. نادي الصيد المصري طبعا هو شريك اساسي في هذا السيزون، وطبعا لانه لشهرته طبعا الداخليه والعالميه ب الاهتمام بالنوع ده من الرياضه. تم تجهيز حتى كمان الشكاريني اللي هم اللي بيساعدوا المساعدين للصيادين. تمام. كمان في تواصل مستمر وتحت متابعه وزاره السياحه والاثار والهيئه العامه لتنشيط السياحه. احنا في السيزون ده اهتمينا جدا، وده كان لترتيبات طويله، يعني احنا بقى لنا سنه بنرتب لكل المواسم الخاصة بالسياحة في الشرقية. فتم الترتيب مع وزارة السياحة والآثار والهيئة العامة لتنشيط السياحة لاستقبال السنة دي في الافتتاح أهم الشركات السياحية اللي بتستقبل أنواع دي من أنواع ده من الرياضة، لأن في النوع ده بالذات بيستهدف الفئة المرتفعة الدخول، فئة مميزة جدا من السياحة، وبتهتم جدا بالسياحة الريفية اللي هي خاصة بها الصيد وكمان مراقبة مشاهدة الطيور. فتم الترتيب لوجودهم، الحمد لله تم استضافتهم، وتم عقد زي جلسات قبل الافتتاح كمان، وتم الاتفاق بيه على الترتيب لرحلات من السائحين الاجانب علشان خاطر يتم الترويج والتنشيط ليها. وكمان ان احنا يعني ده هيحصل، لسه ما حصلش. انا كنت هسالك برضو، يعني في جنسيات معينه جايه، في حاجات، ولا الموضوع يعني مقتصر على نادي الصيد المصري وشوية الناس اللي بيجوا من نادي الصيد وبيبقوا يعني جاهزين لهذه الرياضة؟ هل في جنسيات تانية؟ هل الموضوع، ولا الموضوع لسه بيكبر؟ هو زي ما حضرتك عارف قبل 2010 كان وجود الجنسيات الأجنبية والعربية بتوافد أعداد كبيرة جدا. وطبعا ظروف القطاع اللي بيعاني منه من 2010 الحمد لله في استعاده من 2014 بالتخطيط المستمر والتعاون ما بين المؤسسات المعنيه،
فاحنا دلوقتي والحمد لله السنه دي 160 اشتراك، 160 صياد مصريين وفي منهم عرب. احنا ان شاء الله الجلسات دي علشان ندخل تاني الجنسيات الاجنبيه بتوافد اكبر، لان هي موجوده دلوقتي حالا في مصر بتيجي على بس بعض البرك او المزارع بقى السمكيه الموجوده في الفيوم. فالشركات دي احنا طبعا ورينا لها المساحه الاكبر بالنسبه الموجوده في الشرقيه، زائد عليه ان احنا رابطين النقطه دي بتاعتنا طبعا ببقيه النقاط المميزه في الشرقيه. صحيح. فبالتالي السائح ممكن يجي يقعد اكتر، يعني هم مثلا بيبدا الصيد عندنا خميس وجمعه من كل اسبوع، وده طبعا بالموافقه من وزاره البيئه، ولكن صحيح. احنا ممكن كمان يمتد لمده 3 أو 4 أيام لان وجود نقاط ثانيه، صن حجر، تل بصه، القرموس، فابو كبير، نقاط مصانع العائله المقدسه الموجوده في الشرقيه. صحيح بالفعل، يعني رياضه مهمه كنا بنشوفها في الافلام وبنشوف الامراء زمان بيصطادوا البط وكان موضوع كبير. سعيد ان احنا عندنا حاجه زي كده. شكرا ليك يا دكتوره رشا. دكتوره رشا حسن، مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة في محافظة الشرقية.